مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم برنامج نواميس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أسعد الله صباح حضراتكم بكل خير. سجلوه، دونوه بشعار، هنا الدوسري مع المركز الأول، الخنجر الفضي. تهانينا والناموس، جود مورنينج للدوسري، صباحك خير، صباحك ناموس، صباحك سيارة نيسان بترول ستيشن تيتانيوم، بالإضافة إلى الخنجر. تهانينا والناموس على انتزاع وتحقيق مهيض الشوط الرئيسي الأول. تهنئة لفهد بن محمد بن راشد الدوسري. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة قناة الريان. اليوم احنا متواجدين في عزبة من أكبر العزب وأيضا أهم العزب، وهي عزبة فهد بن محمد الدوسري. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور، يا مرحبا ومسهلا. والبقى أبو محمد، حققت رمز في مهرجان سمو الأمير الوالد. الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من عند الله. فهد أبيات يتداولها المعلقون أثناء تعليقهم على مهيض. يا هل القعدان خلاكم مهيض، في مكان كلكم ما ترغبونه، مركم في سرعة ما هو بريض، لو تسوقون النضاء ما تلحقونه. هل بتكرر هذه الأبيات في مهرجان سمو الأمير على مهيض؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من عند الله. وهل الركض طال عمرك يعدون العدة من قير، من شهر ستة يعدون العدة، وكل واحد عنده طموح في الركض. الحمد لله رب العالمين. طال عمرك هذه أبيات الشاعر الكبير بقيت الخزينة، بيض الله وجهه، والمذيعين ما يقصرون. بس أبو محمد، هل هذه الأبيات بتكرر على مهيض في مهرجان سمو الأمير؟ والله يا حمد حنا نتمنى، وإن شاء الله أنها بتكرر، إن شاء الله إذا الله أعطى مهيض على كيفه إن شاء الله أنها بتكرر. ورئيس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، هذا شيء كبير، يعني إحنا بالنسبة لنا شيء كبير. وأنا الحمد لله رب العالمين أتمنى من الله أن الله يوفقنا ويوفق أخواننا المشاركين، كل عاد العدة وكل متجهز للركض، وما يخافك يا حمد، ركض الرمز غير. صحيح. قبل الركض تعب نفسي، وبعد وفي أثناء الركض تعب نفسي، واللي يقطع الخط هو اللي ينبسط. أنت وش تقول في إقبال جمهور أو مهرجان سمو الأمير في هذه الفترة؟ جهوزية مهيض، هل هو مستعد للمشاركة وخوض هذه المشاركة؟ والله إن شاء الله أنه مستعد، وإن شاء الله أنه يبشر بالخير، وأوعد الجمهور إن شاء الله بركض إن شاء الله يعجبهم إن شاء الله في مهرجان سمو الأمير إن شاء الله بإذن الله. هذا المهرجان غالي بالنسبة لي أنا، يعني للكبير، وإن شاء الله أني إن شاء الله بأخذ الرمز إن شاء الله. فهد، كم سنة لكم في رياضة الهجم؟ والله يا حمد، رياضة الهجم من أيام الأبرقة، أبوي الله يطول عمره عند الحلال، لين السنة هذه ما شاء الله. هل قد حققتوا رمز غير رمز مهيض في مهرجان سمو الأمير الوالد؟ لا والله ما حققنا رمز، هذا أول رمز لنا. أول رمز؟ أول رمز لنا في مهرجان سمو الأمير الوالد؟ في مهرجان سمو الأمير الوالد، وعندنا هيجن طال عمرك، يعني فوق 20 سنة أنتم لكم في هذه الرياضة. الحمد لله، هذا توفيق من عند الله. توفيق من عند الله، بس إنجازاتكم يعني ما بعد حققت إلا رمز. طال عمرك الحلال السبق اللي عندنا بعنا منها مثايل، طال عمرك هذه ناقتنا بعنا على سعادة محمد مزايد الخيرين، بس ما بعد حققت رمز. لا حققت عندها لها كم سيف، هذه من إنتاجنا الخاص،
وعندنا بعد حلال ثاني غيره. ما شاء الله. فهد، بعد انتزاع مهيض الشوط الثنائي القعدان للإنتاج، كل المشاركين عرفوا مساره وعرفوا مغاره. صحيح. وش بتفاجئهم به في مهرجان سمو الأمير؟ والله يا حمد، الركض الرمز مستحيل الواحد يقدر يحدد مسار دلوقتي. بس الناس قدهم عارفين مسار مهيض، واللي بيدفع معاه إن كان بيدفع بيدفع يمكن معاه يمكن آخر مهيض. أنا لا، ما أعتقد أنك بتأخر مهيض. ما تدري ليش مستوى ما يأهله للرموز. لا الحمد لله رب العالمين، لو ما هو بكفو ما حضرته شوط الرم زين. ومهيض طال عمرك أركضناه مهيض، كنا حنا أصلا نجهز للرمز من المقيض، حنا مجهزينها ما دخلناه ولا حتى جهزناها أول وقت. مهيض طال عمرك دخلناه في المحل الثاني، حضر وحصل جاء ثاني على السيارة ما عنده جهوز، دخلناه ما عنده جهوز. وانت مودي للسيارة ما هذا شوط واحد الانتاج زين، ما حطونا الا شوط زين. ودخلناه طال عمرك المحل اللي بعده وجاء ثاني، ودخلناه في المحل اللي قبله المؤسس وسبق بالشوط الاول انتاج، ودخلناه طال عمرك في المؤسس وجاء ثالث على الرمز، ودخلناه طال عمرك في المحلي الثامن وسجل افضل توقيت في الركض بكار وقعدان، ودخلناه في رمز الامير الوالد والحمد لله خذ الرمز. وين مهيض في سن الحقائق؟ طال عمرك مهيض رصدناه في رئيس الامير في الحقائق اخر الوقت، واركضناه لقي طال عمرك جاء ثاني، وتعطل علينا القعود انعضد علينا وريحناه حول 3 شهور، واركضناه في المحلي السابع وسبق، واركضناه في السيارات في دبي وجاء سابع على السياره، وقيضناه ومقيض الحمد لله رب العالمين، وجذع ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ما قصر مهيض ما شاء الله. فهد، بحكمك عارف قدرة مهيض ومستواه في الركض، ليش ما توديه للشوط المفتوح؟ والله يا حمد، احنا ما هو على كيفنا، شوط مهيض عند ابوي الله يطول عمره، ما هو عندنا، وهو اللي ومرنا بشوط الانتاج وما نقدر نعصه. هل هو الوالد ولا انت خايف من الشوط المفتوح؟ لا لا، انا ما بخايف من الشوط المفتوح ترى. وليش ما تروح للشوط المفتوح؟ هو في المحلي الثامن ركضوا معه كلهم وسجل افضل توقيت، بينه وبين اقرب مطية له 9 ثواني. طيب ليش ما توديه للشوط المفتوح؟ ما يعني بتعصى ابوك انت؟ لا، خل امر الوالد على الراس. امر الوالد عاد شو انا عارف قدره قعودي وعارف انه يقدر في الشوط المفتوح، بروح للشوط المفتوح. والله يا حمد ما اقدر اعصب اللي هو يبي، لو يودي يبي في شوط رقد بودي في شوط. اكيد انه من الوالد هذا شور الوالد. اكيد مو بك ولا منك يا فهد. لو علي ولا خايف؟ لو انه علي روحت به في الشوط الاول العصر. اكيد اكيد. فهد، شهدنا في هذا الموسم مشتروات كثيره، ما حد سام منك مهيض. ما يطلع عمرك ساموه ولا كم ساموه منك؟ ساموه بثمان طال عمرك. ساموه بثمانمية. صحيح. متى ساموه؟ قبل رئيس الأمير، قبل بعد المحلي الثامن. وبعد ما حقق الرمز ما حد سامه؟ ما حد سام. ما حد سام. نعم. يمكنهم يشوفونه ما يقدر في الشوط المفتوح. والله اللي بيشوفه يشوفه. أنا ماني بأجبر أحد على النظر. بس فهد. لكن فهد أنا. فهد. أنا أنت رجال تبي البيع. صحيح. تبي البيع، روح للشوط المفتوح. لا تروح تحطه مع الانتاج، مع الانتاج مع ال 10 ولا 15. بروح في الشوط المفتوح ان شاء الله في التحدي. في التحدي. نعم. وليش ما تودي في مهرجان سمو الامير؟ ماني مجبور في الشوط المفتوح. ومرني ابوي الله يطول عمره بسمع شوره، لكن الوعد في التحدي. انك بتوديه للشوط للتحدي. التحدي ما في الا شوط واحد. لا ان شاء الله شوط التحدي بتشوفني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. عندك مشاركات غير مشاركة مهيض في مهرجان سمو الأمير؟ طال عمرك عندي بكرة حقه أخت مهيض من الفحل، وعندي طال عمرك جذاع، وشيء في شيء منها في الرموز؟ لا والله كلها في السيارات، ما في إلا مهيض بالرمز. بس مهيض بالرمز. مهيض بيكون إن شاء الله في رمز الإنتاج إن شاء الله بإذن الله. ماذا توعد جمهور مهيض وجمهور عزبة فهد بن محمد الدوسري وإخوانه؟ أول شيء طال عمرك أتمنى التوفيق لإخوان المشاركين كلهم، ونرحب بالضيوف اللي جوانا الله يركضون معنا في مهرجان سمو الأمير. هذا الركض ختام الموسم، وإن شاء الله بإذن الله تشوفون ركض يعني يعجب أهل الركض. وأوعد جمهور مهيض إن شاء الله
يشوفون الركض ما شافوه من قبل بمهيط. نبغي تصريح نهائي. والله انت تبي تحرجنا مع لا لا صحيح. لا صحيح، نبغي تصريح يعني نهائي لجمهورك. اوعدك ان عصا مهيط ما تطلع في الابطان. نعم كلام واحد باذن الله. وش البعيد اللي انت خايف منه؟ والله كلهم في اسم انت كل انت كل كلهم في الشوط يخوف فهد كلهم يخوف. لا لا في اسم واحد ولا اثنين ما في اسم بس كلهم ما يقصرون كلهم هم هم كلهم حلالهم فيه بركه. وفي عندك طال عمرك قعود الصعاق مغامر صاحب الرن اي يا رجال، وقعود بن نايفه ثاني على الرمز، وقعود ايش بعد قعدان واجد. لا نبغى التركيز فهد، وشو خايف منه من القعدان؟ انا ما اركز احد ابدا، انا ما دام مطيتي طيبه وبخير بتجيب ركله. فهد نشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وتلبية طلب قناة الريان لإجراء هذا اللقاء. نشكرك جزيل الشكر وبيض الله وجهك. وجهك يا مرحبا ومسهلا وشرفتوا مكانكم. الله يطول عمرك. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، حنا في التحضير لنشاهد التجهيزات وتجهيز الملاك والمضمرين، خلكم معنا مشاهدين الكرام. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. مرحبا. نتعرف عليك. محمد بن ناصر بن هدوان. بن هدوان وش محضر لجمهورك الليله؟ والله عندي قعود ان شاء الله. الرمز؟ ان شاء الله. وش انجازاته قبل دخول الليله في هذا المهرجان الكبير؟ في رصيده سيارتين. سيارتين؟ نعم. المؤسس سياره وفي الامير الوالد سياره. وندعي من الله بالتوفيق. يعني على نتائجه وديتها للرمز؟ اكيد. معاك ملاك شارين بالملايين، معاك المسند، معاك العطيه، معاك الهديفي، معاك جر الله بن حمد، جر الله بن عقيل. ما يحتاج، رزقنا ورزقهم على الله. رزقك ورزقهم على الله، بس ناس مشترين وتعبانين. واحنا بعد تعبانين ونفسهم، يعني احنا تعبين عليها. مشتري انت؟ لا والله انتاج. انتاج؟ اي نعم. انتاج بعد؟ نعم. مش وداعم؟ لا ان شاء الله، انتاج هو انتاجنا. فالك ان شاء الله ناموس. انا فالك ان شاء الله. بن حلفان وش محضر الليله للجمهور بن حلفان؟ الطاير. طاير. محمد بن ناصر الشنجر. محمد بن ناصر الشنجر. نعم. وش انجازاته قبل دخوله في هذا المهرجان؟ سياره في الوالد وسابق في المحل التاسع. بس معك كميه كبيره وضخمه ومشتريات قويه من عمالقه الملاك. التوفيق بيد الله. يعني بنقدر نقول بنبارك للشنجل في نهايه المطاف باذن الله. متاكد؟ نعم. جواب نهائي؟ نعم صحيح. شكرا جزيلا. مرحبا. راشد سعيد بن راشد زعبي. ونعم راشد، وش عندك الليله انت في المحضار هنا؟ حاضر قعودي. قعودك وش هو؟ قعودي شهي. في الرمز؟ في الرمز ان شاء الله. معك المسند، معكم ابن عطيه، معكم ابن عقيل، معكم كبار ملاك. وين بيكون اسم الزعبي وشعاره؟ الصداره. في الصداره؟ ايه. اكيد اكيدين. وش انجازاته قبل دخول الليله؟ حصل على سياره في مركز المهرجان اسمه امير الوالد. حصل على سياره. حصل على سياره. نعم. طيب الاختبارات خلصتها؟ خلصت الحمد لله. ربك ناجح. ان شاء الله ناجح. شكرا جزيلا. تعرف عليك. محمد بن علي بن عرفج. بن عرفج وش محضر الليله انت؟ اشوفك هنا في المحضار، وش عندك الليله؟ والله متفرجين. متفرج؟ اي نعم. اكيد انك مشجع احد من الجماعه ولا الربع، ولا عندك شيء مشان؟ والله هذه توفيق من الله سبحانه، اللي يشجعهم رب العالمين واللي يوفقهم الله سبحانه. بس انت عندك شيء؟ ما انا ما عندي شيء من الحلال، ما غير متفرج. متفرج؟ اي نعم. ما نترشح من هذه الاسماء؟ والله فيها اسماء قويه وفي حلال قوي. نبغي ترشيحك والله لاي شعر؟ في ترشيح على قعود قوي اللي هو قعود ابن هدوان النمر. ابن هدوان؟ اي نعم. يعني تروح مع ابن هدوان؟ والله هو قوي ووعر قوي. شكرا جزيلا لك. العفو. صالح بن هادي الجلاب. صالح وش محضر الليله؟ محضرين طال عمرك الديبه باسم زيد بن راشد بن ديله. وش انجازاتها؟ وش دخولها قبل مشاركه الليله؟ والله الناقه توها جايه من السعوديه شريه، والناقه عندها انجازات في السعوديه، عندها انجازات في الامارات. تشبك وثاني في صياهد. اي نعم. بس انت مع عمالقه ملاك، معاك الهديفي،
شاري تقريبا 6 مليون في مهرجان سمو الأمير الوالد، معاك المسند أيضا مشتري تقريبا 8 مليون، معاك البرنس. ونعم بهم كلهم، وحنا إن شاء الله مشتري، لو محمد مشتري ما رحنا معهم، لو محمد قوية ما رحنا مع قوية. يعني في وجهة نظرك بنهنيك ناموس في الختام؟ بإذن الله إن شاء الله. متأكد؟ بإذن الله إن شاء الله. وش تقول الجمهور؟ نقول لهم ابشروا بالخير ان شاء الله، ما سبقنا اليوم نسبق بكره، ما سبقنا بكره نسبق بعد بكره. لا لا نوعدكم ان شاء الله برمز في نهايه موسم، احنا بنوعدكم رمز في نهايه الموسم ذا بس في مهرجان سمو الامير باذن الله. شكرا جزيلا. مرحبا بك. حمد بن غيلان غانم الهديفي محضر عده اسماء، مش اسم واحد. عده اسماء لكن بعضها قبل البحث، باقي البندقيه وباقي العدملي. بس ثنتين. ثنتين بس. وين بيكون اسم حمد بن قارم الهديفي الليله؟ المركز الاول ان شاء الله. متاكد؟ بامر الله، كل شيء بامر الله. سبحانه. تصريحك للجمهور هذا الشعار. ابو غانم مشتري ولا بالله توفيق الله. لا تصريحك للجمهور. تصريحنا نقول ان شاء الله بشلون بخير ان شاء الله. يعني ينتظرونك في النهايه؟ بامر الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. حمد بن عبد الهادي البريدي، نقول لك وش محضر الليله لجمهورك وجمهور البريدي؟ طال عمرك محضر لهم زود في الشوط الثاني بكار، والتوفيق على الله سبحانه. ما عندك شيء في شوط الشلفة؟ لا ما عندي شيء، عندي باكرة متأهلة ولا بغينا نضغطها تبغيها للتحدي؟ نبغيها للتحدي إن شاء الله عقب 20 يوم إن شاء الله. طيب ترشيحك لهذا الشوط توقعك وين بيكون؟ بيكون مع البرنس، بيكون مع المسند، بيكون مع مع الهديفي؟ والله أتوقع حمد بن غانم الهديفي له نصيب الأسد من الشلفة الليلة. شكرا جزيلا. مرحبا. محضر الليلة؟ محضر الرهاوي. محضر الرهاوي؟ صحيح. في الرمز؟ إن شاء الله. إنجازاته قبل دخوله الليلة؟ والله عنده سبق وعنده منافسات على السيارات وعنده منافسة على الرمز في ميدان الشهيد، نطلب التوفيق الليلة. مشاركاته قبل مشاركات الليلة وأيضاً مالكه من هو؟ نتعرف عليه. مالكه سعود بن صالح القمرة، مضمن حمد بسام بن جهود. معك عمالقة، معك ملاك شارين بالملايين. معك في هذا الشوط؟ ما سرحنا في الشوط الاول، كنا حاسبين حسابهم، نطلب التوفيق من الله. يعني شعار السندباد القطري بنقول له مبروك الليله ان شاء الله باذن الله. بنهنيه الناموس الليله وغير الليله ان شاء الله. اكيد اكيدين ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة الكرام، نحييكم من ميدان التحدي، نحييكم في هذه الانطلاقة الرئيسية حيث أعلنت بداية التحدي وانطلاقة شوط الشلفة، الشلفة الفضية، حيث تشارك في هذا الشوط. يا سلام، السعرة، السعرة إلى الرمز، السعرة إلى الشلفة، الزقيبة يسير إلى الفضة. يا سلام يا سلام، راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة يضرب بيد من حديد، يحكم القبضة، يحكم السيطرة، يقوض الصلاحيات لمصلحته. سلام الزقيبة، سلام سلام السعرة، سلام. أيضا راشد بن محمد الزقيبة هو نجم هذا الشوط مفتوح. الحقة، أقوى حقة في الخليج. سلام 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 يا الزقيبة، والرمز مع الزقيبة. تهانينا. والناموس المركز الثاني، البندقية لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الثالث جاءت في دروب لعبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. إذا ينتهي شوط الشلفة ويبتدئ شوط الخنجر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، تتواصل منافسات الإثارة والندية هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث انتهى قبل قليل شوط الشلفة الفضية الذي اتجه مع مالك السعرة راشد بن محمد الزقيبة. فتهانينا والناموس. الله
تهانينا يا الشنجل، سلام يا الشنجل سلام. محمد بن ناصر الشنجل الخنجر الفضي مع الشنجل، مع الشنجل، مع محمد بن ناصر الشنجل. مشكور يا ماجد بن حلفان، وسلام يا الشنجل سلام. الخنجر الفضي طار به الطاير، طار به الطاير. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على اختطاف الطاير للخنجر الفضي لشوطنا المفتوح. المركز الثاني النمر لعلي بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان. المركز الثالث، المركز الثالث داحس خليفة بن حمد بن خليفة العطية. الشلفة الفضية ذهبت من نصيب السعرة لراشد بن محمد الزقيبة المري. يستاهل راشد الزقيبة. وش سويت الليلة؟ الله يطول عمرك. والله سوينا سبحان الله العظيم اللي الله كتب لنا. راشد أنت قلبت الموازين فوق تحت. السعرة ما كانت مرشحة حتى من المحللين، ولكن كيف دخلت السعرة في هذا الشوط واقتنعت انها بتاخذ هذا الرمز؟ والله يا حمد احنا دخلناها من تفاحيمها ومن مركاضها اللي ركضنا اياها، نعرف قصورها، احنا نركضها وتنافس، هي جايه ثانيه على الموتر، لكن عارفين النقص اللي عندها من فحوصاتها، عارفين النقص اللي عندها. ويوم الناقه استعدت وزالت تفاحيمها وكملنا نقصاتها، عرفنا الناقه متاهله في الشوط فقدمناها. هو الناس معذورين اللي ما رشحوها ما يعرفون الناقه، الناقه بعد دخلت رمز، والبكرة طال عمرك توها مركضناها طال عمرك لها نص الشتاء، هاي البكرة مرة ما دخلت إلا في نص الشتاء. بس راشد حنا شفنا بكرة أبو صلعة طلعت أمس وبعد ما كانت في الحسبان، بكرتك طلعت اليوم وما كانت في الحسبان، هل هذا الحلال اللي كان موجود ومتواجد يعني انزفوه له في بداية الموسم وجات هذه البكار اللي ما بعد نزفت للحين توها في بداية مشوارها؟ هذا الكلام صحيح، هاي البكار ما ركضناها لا في القيض ولا في الصيف عامة، ما دخلت شوط طال عمرك إلا عقب شهر 10 دخلناها، تعرف الحاشي الصعب طال عمرك اللي أول مداخيله ما يعرف الركض اسمها، واجدنا عليه لجا خامس رابع، ويوم البكار طال عمرك تأهلت وعرفنا أنها ركضت سمعها، تعديناها سبقت في المركاض المحلي، جابت 54 في المركاض المحلي، كسرت تيم سمعها، ودخلناها في مركاض الأمير الوالد طال عمرك وجات ثانية على الموتر وتيمها قوي سمعها. فالناقه عرفنا انها عندها استعداد للرمز، عرفت؟ ولا واجد الحلال عندنا غيرها والحشاويين ما عديناها للرمز. ننتقل الى الخنجر الفضي الذي ذهب من نصيب الطاير لمحمد بن ناصر الشنجل المري. محمد بن ناصر الشنجل نقول لك الف مبروك. الله يبارك في عمرك ويبارك لك في النافع رب العالمين. ابو ناصر وش سويت الليله؟ سويت انت حدث كبير. الحمد لله، هذا توفيق من الله عز وجل. توفيق من الله، بس ما حسبت للمشاركين حساب اللي معك؟ لا، القعود انا ما اخذ غالي، وادري يعني ما في شيء على مستوى، اذا هو متقبل متوبل الحمد لله رب العالمين، الله جمله. ابو ناصر عززت عزبتك وحصلت على رمز في اول رموز مهرجان هذا المهرجان الغالي، ولكن كم خذيت القعود هذا ومتى خذيته؟ القعود هذا اخذته من 10 ايام تقريبا، اخذته 1,200,000 عقب الركض التاسع. ماخذه لهذا الشوط، ماخذه لهذا الشوط، والحمد لله الله وفقه، وهذا الركض يهمنا نحن ناخذ رمز فيه، ركض سمو الامير الله يطول عمره، والحمد لله توفق وجملنا وجمل اخويانا اللي
يشجعون شعار اللهم لك الحمد. الشنجل وش يعني لك هذا الرمز في اغلى المهرجانات؟ والله يعني الشيء كثير، يعلم الله يعني الشيء كثير، والحمد لله على كل حال. نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا الثانية من برنامجكم برنامج نواميس.